السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات من القرآن الحكيم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الإنسان في الآخرة ليس له شافع ولا صديق. الدنيا تشتغل فيها الإساقات والأموال والدعايات، المحامون والأصدقاء والأقرباء والسلاح والسلطة والمنصب وما أشبه، كلها هذني أمور تشتغل في الدنيا. أما هنالك في الآخرة فما لنا من شافعين. قسم من الناس لا يقبلون الشفاعة، قسم يقبلون. الآن لاحظ في الدنيا، فرضاً ترى الإنسان خالف المرور لكنه مواطن صالح، تروح ضابط المرور تستشفع عنده، لا يقبل الشفاعة. أما فرد واحد مو مواطن صالح، هذا في فكرة انقلاب وقتل الأمير، هل ينفع الشفاعة؟ تنفع الشفاعة؟ لا. الآخرة الأناس المزينين، يعني كفار، يعني مشركين، يعني قصاة عصيانا كبيرة، هؤلاء اللي طول حياتهم مستهترين بالمعاصي والآثام، هذول فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حميم يعني صداقته زائدة، يعني صداقته فوق اللازم، يعني حتى إذا لك صديق صداقة فوق اللازم هنالك لا يقع. إذا مو محارب كلش، إذا مو محارب كلش هناك نار وعقاب وسجن وتعذيب، والمدة تنتهي ثم يطلع سراح الإنسان. الإنسان في الآخرة مثل الإنسان في الدنيا. الدنيا شلون على قسمين؟ المجرمون وكذلك الصالحون في الدنيا على قسمين. الآن المواطن الصالح في الكويت واحد منهم وزير، واحد منهم كالناس بلدية، كلاهما مواطن صالح. الوزير مواطن صالح وكالناس البلدية أيضا مواطن صالح، لكن هذا وزير وهذا إنسان عادي وأنزل من العالم. المجرم أيضا على قسمين، مجرم يحكم عليه بالإعدام قبل 4 سنوات الشكل، حكموا على الإنسان بالإعدام، هنا مجرم حكم عليه بالإعدام، ومجرم شهر أسبوع 3 أيام شهرياً يغرم يسجن يطلق سراحه. الإنسان دائماً يجب عليه أن يعمل، حتى مو يكون مواطن صالح، يكون وزير، يكون مستوى، يكون طموح. دنيا هالشكل آخر بنفس لأن الدنيا الصالحة نصيبهم نصيب الطامحين. بقال يلد الكويت إنسان من إيران أو من العراق أو من مصر، شو مثل العمي؟ يقول على أنه أكل خبزة حلال أخذ شيئا شيئا إن شاء الله أكتسب، أصل لي يومي 5 أيام بالزيانة أنعى الله وأشكر الله تعالى. وإنسان يلد الكويت كل شيء تريد يقول أريد أصير صاحب الملايين. هذا كلاهما ورد إلى الكويت، لكن هذا طامح وهذا إنسان عادي. الآن الطلاب اللي تشتغلون في المدارس وفي غير المدارس، فالطالب أسأل من شفتي يقول أنا أصير مدرس معلم، وأنت رغبته في الشهر 180 دينار أو 200 دينار وكان الله غفورا رحيما. وفرد واحد يفكر في أن يصبح في يوم ما وزير،
في يوم ما يصبح نائب، في يوم ما يصبح ثري تاجر عدد 100 مليون دينار. إنسان يجب أن يكون في الدنيا طامحا، والطموح له أسباب مضطرة. كذلك في الآخرة، قسم الناس وهم أكثرية الناس أنا سامعهم، خلينا نروح للجنة وانتهى. لا عمي، بالعكس، لازم تروح للجنة وأفضل جنة. كل واحدة منها الشيخ يحبها للدعاء، دعاء كني بن زياد النخعي. هذا أصل الدعاء مال أحد الأنبياء، وذلك النبي يسمى خضر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد أنبياء الله وهو حي. أربعة من الأنبياء أحياء، اثنان في السماء واثنان في الأرض. أما الاثنان في السماء فهما عيسى وإدريس. في القرآن الحكيم الله يقول: ورفعناه مكانا عليا. اثنان من الأنبياء أحياء في السماء، واثنان من الأنبياء أحياء في الأرض، أحدهما خضر في الأرض والآخر إلياس في البحر. خضر أكو في الأحاديث أي مكان ذكرت اسمه يحضر. هالشكلهم مثل الأرواح، مثل الأمواج، مثل الفكرة. لأن الفكرة عادة هنا وصل الفكرة إلى النجف، إلى قوم، إلى طهران، إلى لندن، إلى نيويورك، إلى الشمس، إلى القمر. شلون يصل الفكرة؟ الأنبياء، الأرواح، الأئمة، هكذا كل مكان لحظة يحضرون، لحظة. ولذلك في الحديث: إذا ذكرتم اسم الخضر فسلموا عليه فإنه يحضر. يعني إذا قلت خضر يعني الآن حضر هنا. قل السلام عليك يا خضر. هذا في الأرض أكون. والإنسان الذي لا سمح الله في الصحراء يصل بعد 50 سنة الواحد يبتلى ولا تسوى بشيء. أن الإنسان إذا ابتلي في الصحراء بفقد السيارة، بفقد الماء، بفقد الأصدقاء، بقي وحيدا ونادى خضر، الله سبحانه وتعالى بسبب خضر ينجيه وقفص له. والآخر في البحر وهو إلياس. في القرآن سمي إلياس بإلياسين، سلام على إلياسين. إلياسين لأن إلياس كلمة فارسية، وفي الكلمة الفارسية يتصرف مثل جبريل، جبرائيل، جبرائيل، إلياس، إلياسين، كله إلياس. وكذلك طور سيناء، طور سينين، كل بمعنى واحد. هو سيناء، سيناء، سينين، سين، كل بمعنى واحد. فالنبيان في الأرض ونبيان في السماء. النبيان في السماء عيسى وإدريس، والنبيان في الأرض نبي في الصحراء وهو خضر، ونبي في البحر إذا غرقت سفينتك وأشرفت على البر توسل بإلياس، إلياس يحضر وينجيك. الله سبحانه وتعالى جعل هذين النبيين في الأرض لأجل هذا الموضوع. شاهدنا مو فيهنا، شاهدنا أن خضر له دعاء. هذا الدعاء خير تقريبا هو قبل 3000 سنة تخمينا أو أكثر، ولكن هو حي إلى اليوم، وإن شاء الله في زمان الإمام الحجة نشوفه، لأن يحضر عند الإمام الحجة تظاهر ونراه إذا وصلنا إلى دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى. خير له دعاء. الإمام أمير المؤمنين ذات يوم في مسجد البصرة قال: من قرأ دعاء أخي خير كان له كذا وكذا. بصر البصرة ضخم، منا بصر البصرة إلى قصر السيف في زمان الإمام علم خلاف. فأحد أصحاب الإمام ويسمى بكمين بن زياد النخعي وصاحب سر الإمام، وهذا هذا رجل جدا عظيم، وقتله الحجاج أو ابن زياد الشك مني، أحدهما قتل على الصحابي الإمام، وقبره قرب النجف العشرة بين كوفة وبين النجف. قبر إلى الآن موجود، قبر كمين بن زياد النخعي. هذا كمين يقول: خرجت مع الإمام من المسجد وقلت: يا أمير المؤمنين، قلت دعاء خضر، ما هو دعاء خضر؟ الإمام علمه هذا الدعاء الذي يسمى بشنو؟ بالدعاء كمين. أصله مال من؟ مال خضر. الناقل من؟ علي أمير المؤمنين. ولمن نقل؟ ليه؟ كميل بن زياد النخعي.
ومن المستحب قراءته كل ليلة جمعة. شاهدنا في هذا الدعاء كلمة، لا تنسون هالكلمة: اللهم اجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عندك. يعني تروح للجنة ويطوك بيت؟ لا. تروح للجنة ويطوك مدينة؟ لا. تروح للجنة ويعطوك قطرا؟ لا. تروح للجنة ويعطوك مصرا؟ لا. تروح للجنة وأنت من أفضل عبيد الله نصيبا عند الله. اللهم اجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة زلفة، يعني قرب، وأخصهم زلفة لدي. إنسان لازم ليل نهار يشتغل لأجل هذه الغاية، حتى دراستك في المدرسة اجعله لأجل هذه الغاية، حتى تجارتك اجعله لأجل هذه الغاية، حتى تعليمك وأنت معلم، حتى تطبيبك للناس وأنت طبيب، وحتى هندستك للبنايات وأنت مهندس اجعله لله، حتى تحصل على ثواب الله هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن والعياذ بالله إذا أنت عاصي، تارك الصلاة ولو ركعة، شارب الخمر ولو قطرة، على ما تشربون أنتم خمر في الكويت؟ شيء طبيعي. أما طلعت رئيس وفد رحت إلى لندن وجابوا خمر واختلف، هذا خجلت يوديك إلى النار. أو فتاة بائعة الجمال يمك وأنت شباب عزب وانزلقت، هذا الانزلاق يوديك إلى النار. وصار عليك الخمس واجب، لا تكونكم معكم فلوس في واضح. إذا عندكم حتى 5 دينار واجبها، نأكد على هذا الشيء، لا تنسون، لأن تصيرون كبار وأصحاب الملايين وتنسون الخمس. وهناك النار وراءكم. 5 دينار عندك زاد أخير السنة دينار خمسه. لأجل المشاريع الإسلامية، مو لأجل، لأجل المشاريع الإسلامية سواء في الكويت أو غير الكويت، ولأجل السادة الفقراء، هذا الشرط الثاني، العاجزين عن العمل، هذا الشرط الثالث، المتدينين، هذا الشرط الرابع. لمن تعطي الخمس؟ خمس شقان، شق تعطيه للعالم لأجل المشاريع، مدرسة، مسجد، فسيحية، مكتبة، كتاب، مؤسسة، مستشفى، مستوصف، من هالقبيل، هذا نصف. النصف الثاني يسمى سحن السادة، سيد، فقير، متدين، لا يقامر، لا يخامر، يصلي، يصوم، مو مرة يسافر. الشيء الرابع عاجز عن العمل، ما يتمكن يشتغل، ما صليت، ما خمست، ما زكيت، ما حججت، كثير من الشباب مستقيم، ولازم شايفين عليكم، عمرك 16 سنة، عندك 300 دينار، إذا ما كان عندك غير للحج وترجع، واجب علي، ما رحت قلت إن شئت يهودي أنا ونصراني، أنا بالمعروف ما سويت، قسم من الناس يقولون إحنا طيبين صلاة وصوم وحج كل أجل، أنا بالمعروف عني، بنتك سافر قولها، أختك سافر أقول لها، في بيتك مرة يسافر أقول لها، ولدنا يصلي يقول له، واحد يخمس يقول له، ولو أبوك ولو جدك ولو عمك، لأن الحق أكبر منه، واحد يصلي يقول له، واحد يشرب الخمر قل له، هذا أمر معروف، هذا النهي عن المنكر، هذا واجب. ما سويت أحد هذه الأشياء، الله ساكت عنك، ساكت ساكت ساكت. وقت اللي يأخذ مشلون يأخذ يواش، إن أخذه أليم شديد، يأخذ حيل ويوجع، وهذا تمكن زهرة أبد. هرب مرة من سيدي الحكومة تتمكن زهرة، أما تتمكن من الله تهرب، ولا يمكن الفرار من حكومة الله، لا يمكن الفرار منه. وقت اللي أخذك خلاص، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، خلاص خلاص، لا سلاح لا دبابة لا مال. الله جعل مثال في الدنيا لهذا الشيء، ما وضنك أوجع، تنفعك قبيلته عشيرته
100 مليون عندك يا فلوس تنفعك، 1000 طبيب ينفعوك، مستشفى، دواء، صحة، راحة. أمير مات وما مات، كان عنده وزير صحة وما كان عنده وزير صحة. الأسرة الطبية في الكويت 1000 إنسان عن 13 أحوال من قبل سنتين نفعه أكثر. للجيش، للعسكر، للمباحث، للأمن، للوزراء، للنواب، للعشيرة، كل خلص. المرض في الدنيا شلون؟ نفس الشيء في الآخرة. لا ينخلع بالله. أكو فرد مدينة في أفغان يسمى قندهار. في هذا المدينة أكو فرد عالم كبير. قسم قلقه من 40-30 سنة. هذا العالم الكبير اسمه الشيخ محمد حسن. أظن. عالم كبير مرجع للناس. عنده صديقان كلاهما سيد، احدهما اسمه سيد حيدر والاخر اسمه سيد محمد. سيد حيدر انسان طيب ما عنده شغل بس واقعي، سيد محمد انسان طيب شغله يدرس الاطفال الكتاتيب. سبق ان كان عنده كتاتيب على ما اكون مدارس الآن ما أكون قليل في بعض البلاد في قطر. هذا الشيخ محمد حسن عامر. هذا صديقه سيد حيدر ما عنده شغل. هذا صديقه سيد محمد شغله يدرس كتاتيب قصة واقعية. بعد مدة هذا صديق مات سيد حيدر. بعد مدة هذا الصديق الآخر الذي عنده أطفال وكتاتيب مات أيضا. الله يرحمه هو مات. بعد مدة رأى في المنام السيد حيدر وهو على فرس يطير في الهواء ووجهه يشع نورا. هذا الصديق اللي ما كان عنده شغل في حياة الدنيا، سيد وشايب وما عنده شغل، كان طيب يطير في الهواء من هنا وهنا وهنا وهنا. هل تعجب؟ صح تعال تعال تعال، صديقه في الحياة وكلاهما أنزل من مستوى الاجتماعي، لأن هذا عالم كبير. هذا صديق سيد شاي بيجي إلى ديوانيتي ويشرب شاي، وهذا الصديق يدرس أطفال هم المستوى نازل يطير في الهواء طيران على ناقة من نور ووجهه يشق نورا ومنافس وهيكل. تعال تعال أجي نزل من الهواء يطير في الهواء على فرسه. كان شلونك أنت؟ قال الحمد لله بخير. شنو هالوضع اللي أشوفه؟ قال أنا بمجرد ما مثل الإمام أمير المؤمنين يعبر جدي منحني هذه المنزلة وهذا المقام. الحمد لله رب العالمين. ذكر أنه مات، يعني الإنسان أحيانا في المنام يرى أشخاص ما يتذكر أنهم ميتين، باليقظة يتذكر أنهم كانوا ميتين، لكن أحيانا يشوف في المنام أناس في المنام يتذكر أنهم ميتين. فتذكر لما قال له سيد حيدر، واسمه الحقيقي سيد حيدر، قال له ان جدي امير المؤمنين بمجرد ما مت منحني هذه المنزله وهذا المقام وهذا الفرس من الامام وهالنور من الامام وهالقصور اللي اعطاني الله، كل هذا بركه الامام. هل لما تذكر انه ميت، هذا الشيخ محمد حسن في المنام، هو شيخ هذا العالم، تذكر كان زين انتوا اصدقائي بالديوانيه تجمعون عندي، انت سيد حيدر سيد محمد وانا برضو بالديوانيه، احنا شلون نجتمع الان؟ ثلاثه خمسه مني ماتوا، فرد واحد اللي يشوف احدهم يسال منه يقول وين هذول اللي ماتوا؟ قال هذا صديق للاخر الذي كان يحضر معنا في الديوانيه، هذا معلم الاطفال في اين؟ واسمه سيد محمد. في أين هذا يا شيخ محمد حسن يسأل؟ يقول واقع هو مسجون. إيه؟ إنسان طيب هذا، صلاة، صومة، حجة، يعلم الأطفال القرآن، الدين، شو مسجون كان؟ من سجنه؟ قال أمير المؤمنين جده سجنه. جد سيد حيدر أعطى قصور وسيارة وضهاء ونور، سيارة ذلك العالم، سيارة فارس.
وصديقه خدمه امير المؤمنين عتيق الرشد من غلو ضعفها فذهب عنه مسجون هناك سجن اكون وطعاما ذا غصه وعذابا اليما هناك سجن هناك قال مسجون قال وين مسجون قال فلان مكان مسجون تماما سيد حيدر يقول لشمعان حسن صاحب الرؤيه كان صديق للآخر سيد محمد اللي يحضر في ديوانيتنا مسجون قال سيد أنا ما أعرف هنا ما توديني إلى سجن قال أوديك إلى سجن وراح إلى السجن يقول روش مع الحسن يقول رحنا إلى فرد مكان شفنا فرد مكان دولان طويل لقى الباب مفتوح وعلى الباب واقفين ملائكة دخلنا احنا بدون استلام منهم قال هو سيد صديقنا سيد محمد معلم الاطفال في هالمكان مسجون يقول انا والسيد حيدر بلا سيد حيدر دخلت السجن سيد حيدر معالج دخلت السجن هذول الملائكه كانوا واقفين على الباب كل شيء موجود يقول دخلت فرد دولان طويل رحت وين بقى اشوف هذا صديقنا سيد محمد المدرس للأطفال المعلم أخيرا دولان متكي على الخالق الظاهر كل شيء ما في يقول على أنه بعثنا سلام عليكم عليكم السلام التمني قال شلون قال مسجون وين مسجون قال ابنا يقول ثلاثة مو مسجون وين مسجون لا زنجير لا خدم لا سجن قال مسجون قلت ماكو عليك اثار سجين قل من قال انا مسجون قلت له لماذا انت مسجون شهد في هالكلمه قلت لمن سجنك قال امير المؤمنين جدي سجنك قلت لماذا سجنك قال لانه يطلب مني من كل تومان ست شاهيات يعني نسبته إلى الدينار إذا نريد نحسب 25 فلس في دينار هاي نسبة مو خمس خمس يصير من الدينار اشتطر 200 فلس قال يطلبنا الإمام من كل دينار 25 فلس قال هذا سجنني من كل دينار يعني مو من دينار واحد وأما نصفه يطلبني من كل تومان ست شاهيات يقول أنا تلاقيت وياه على حالة حياتنا وصديق ديوانياتنا قلت لسيد محمد أخاك تنخبر قال ينوش قلت عمي لا أكو مغلاق لا أكو مفتاح لا أكو زنجير لا أكو أصفاد لا أكو حديد لا أكو موكلين قلت شلون مسجون قال بالفعل أنا أقول لك مسجون يقول ما قال بالفعل أنا مسجون أنا أخذت يده هالشكل أخذت يده أي أشيله بمجرد أنه أردت أن أشيله فرد حجر مثل حجر الرحى كبير مرة من هذول الملائكة من يقربني يعني تبين بمجرد إرادتي أن أشيله حتى أطلعه فرد حجر كبير مثل حجر الرحى مرة من يقربني بسرعة هائلة عرفت أوه هذول الملائكة اللي هنا قاعدين إذا تريد شيء يرموك والرمي مو سهم رمي حجر راحة يقول فكرت في نفسي هذا هو وهو في المنام يقول هذول الملائكة بين هناك واقفين لهذا الشهر وهالشكل هذا ساجني شاجني بالأشياء ساجني مو ساجني أنه صفد وحديد وما أشبه يقول أنا شو الصبر أنت وش ما حصل هذا العالم القندهاري يقول شو الصبر بعدين كنت عن خيال صار قدي شنو ربط هذا الحجر بي انا وشنو ربط بتفكيري قلت لعمي يا سيد محمد دوم نروح الطريق امامك مفتوح بمجرد ان اخذت بيدي اريد احركه فرد حجر ثاني مهما يقولني ولا هنا لا قمر هالقصه الى هنا ناتي الى بقيه القصه أهل هذا سيد محمد هذا شمع الحسن نايم بالسطح هذا الوقت حرب وعائلته يمنا يمين
إحنا نايمين هم تسقط سقط كقناعه هذول إحنا نايمين هناك الحوش النازل هناك العقل الحائر الحوش ما بي محجر محجر ما بي العقل بي محجر مكروه شرعا لا تنسوا هذا الشيء من نام على سطح بغير محجر برأت الذمة منه نزل ليهم على سطح بلا محجر إذا سطح ما أكون محجر ما مجوه أكو قسم سطوح الشكل ما بيها محجر خصوصا في إيران أكو هذا الشيء كثير أهل نايمين هنا هذول أهل زوج تقامت أهل وأولادهم نايمين وجماعة حسن هم نايمين هنا هذا العالم زوجته شافت عادي شو محمد حسن يأتي بالمنام كلام أحيانا الإنسان شايفين النائم يأتي كلمات ويا نفسه ما تدري شو وما تدري شو الطيب أهل شو محمد حسن يقولون هذا قطع من القصة يقولون إحنا شفنا شو محمد حسن يحكي لكن ما ندري ويا من يحكي ثالث مرة شفنا شيخ محمد حسن النائم جمز من مكانه واتصل إلى قرب اللي يقعد داخل البيت إجوا عليه على شمعان حسن إجوا عليه وإذا أنه وجهه صاير قطعة عرق ومثل الميت ميت ميت هو هذا العالم نصف الليل أحد يصيحون في بيته يبوه هذا طلع النساء الجيران إجوا هذا العالم إجوا الجيران وين هذا شمع حسن ميت جوا الطباء الطباء شافوا النبات ما قالوا ميت خلوا السماعة على قلب الميت نزلوه من فوق إلى جوا هناك في قندهار من المتعارف عندهم يغسلون الميت في البيوت قبل 40-50 سنة القصة هذول الجيران اجوا والتموا ويبشون ويصيحون ويلطمون هذا ليه قصة واقعية مو الطيب يصيحون ويلطمون ويبشون على أن الشيخ نمار لا الأطباء اجوا أو حضروا لا نبض أكو لا قلب أكو لا حركة الحلق أكو لا كل شيء أخذوا يطورون الماء شوية يعني يحمون الماء شوية تحتية حتى يغسلوا غسل ميت تقريبا 3 ساعات 4 ساعات ويلطمون ويبشون وكذا ويغني نفس قال لا ما ميت زين الحمد لله ما ميت جربوا عن ملابس الشيء حتى يغسلوه قالوا لا ما ميت شالوا وضعوا الى غرفه وجابوا اطباء ثانيا لا اطباء اولا قالوا ميت جابوا اطباء ثانيا قالوا لا القلب ما رجع القلب ما رجع لكنه ما قد واعي من نصف الليل أو أول الليل هالقصة ما هذه المنام إلى قريب الأذان رجع له حال من الوعي شيئا ما من الوعي لكن مثل فرد الإنسان اللي 6 سنوات مريض أعصابه كلها منهارة وصبوا له الأطباء دواء وشيء وفرد مدة عالجوه حتى شنو فيه والحمد لله رب العالمين قالوا لهم شنو هالحركة منك بارحة وأول بارحة وقبل أسبوع هاي الواقع أنا شفت هالشيء الطيب ومن هونها الصخرة الثانية التي لاحت أذني أنا ما شعرت أصلا شنو صاير إلا الآن اللي أشوف نفسي طيب هو هذا شيخ محمد حسن شاهدنا في كلمة أخيرة من القصة المعصية يقول أنا فكرت هذا الرجل سيد محمد شنو قالني امام امير المؤمنين يطلبني من كل تومان 6 شافيات كل ما فكرت ما وصل لهذه يعني شنو هذا لان هذا اذا كان يقول امام امير المؤمنين يطلبني من كل تومان خمس هو عارف انه ما يخمس اولا هذا طيب صلاته صومه حجه كل اعماله طيبه اعرف انا صديقنا ثم معلم القران يخلي الاولاد يصلون لنا صارت في مدارسنا هالشكل كانت كتاتيبنا أنه ظهر نصلي إحنا كنا إمام جماعة كانوا يخلون من الأطفال والأطفال الآخرين يصلون وراءه وخلفه يقول فكرت في أنه شنو هذا المعنى كل ما فكرت ما عرفت المعنى نصف الليل قمت توضيت ونزلت يا جماعة هذا معروف هناك توضعت وأخذت وصلي وقلت يا رب
علمني هذا الكلب شنو معناه حتى أنا لعله أخذه هناك. يقول صليت قريب الأذان وقع في ذهني تلقائيا أن هالنسبة اللي هو قال لي سيد محمد السجين في الآخرة هذا نسبة الزكاة بالدينار 25 هذا نسبة الزكاة، لأن الزكاة لـ 40 واحد دينار شغل يصير 25 هذا نسبة الزكاة. وقلت لاحظ هذا الرجل يعني هذا السيد محمد أدى فلوس نقد ذهب وفضة وما أدي زكاته وهناك مسؤول أجر هذا الشيء وقع في ذهني، لازم الفلوس عليه زكاة مو فلوس دنانير. الزكاة على 9 أشياء: على الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الإبل، البقر، الغنم، الذهب المسكوك والفضة المسكوكة، يعني عملة عملة. إذا بقي عندك سمح وما زكيته فأنت هناك مسجون. يقول بعد اللي أنا صليت نصف الليل إلى الصباح وتوسلت بالله سبحانه وتعالى فرد وقت قريب السحر ذكرت هالنسب اللي قال لي سيد محمد بالمنام أن الإمام يطلب هالنسب الزكاة قلت له أبط وما في زكاة. حققت شفت إيه أدس مسكوكة سابق القدماء الشيبة والعجايز كان يخلون هذا الشيء، قالوا يصررون فلوس ليرد هذه أو فلوسات ذهبية اللي كانت أو الفضية اللي كانت كانوا يصررون لوقت الحاجة. قلت لا أبط هذا هالشكل شيء عندي حققت شفت إيه أكبر قلت الحمد لله رب العالمين. الشغل اللي يصير زكاة فضل عندي على الاثنين زكاة الشغل اللي يصير نسبة 40 1 40 25 دينار فقد أديت الزكاة. قلت يا الله حتى إذا هو ما مادي الزكاة على الزكاة عنه وهذا مقبول شرعا حتى في زمان الحياة إذا على الأخ زكاة ولا يؤدي وأنا أديته المشهور عند العلماء هذا قبول. يقول أديت الزكاة مالية أديت الزكاة مالية وانتهى واستغفرت الله وتبت وتوسلت إلى الإمام أمير المؤمنين وإلى الله في نجاته. بالليل شفت عند فرس يطير في الهواء ويقول لي جزاك الله خيرا من يوم أديت زكاة مالي أنا انطلقت خلاص السجن مالي. لكنه هذا أيضا من لطف الإمام اللي أرى هذا الرجل هذا المنام هذا لا شك فيه، لأن الله إذا أراد أن يسيره إلى الأبد ما كان هذا يشوفه في المنام. الله أراد أن يتفضل ويتلطف على هذا الإنسان لأنه إنسان طيب هو وما عنده كل شيء، عنده صلاة وصوم وخمس وحج وكل شيء بس هي الزكاة. الله أرى هذا العالم صديق الشيخ محمد حسن هذه الرؤية حتى يؤدي الزكاة عن حتى يخلص من السجن، وإلا من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ونسأل الله أن توفقه لما يحبه ويرضى.